إذن في العاصمة، وسط العاصمة بالتحديد، حي فوبون بحسين داي مثال يقتدى به في الجمال والنظافة بعد أن كان يفتقر إلى الرفاهية كغيره من الأحياء الشعبية في العاصمة، هذا بفضل إرادة أبناء الحي. نتابع التفاصيل مع إسماعيل محبوب وإبراهيم غطاس. ما تشاهدونه هنا ليس بأحد الأحياء الراقية أو تلك الجديدة التي لم يمضي على إنشائها الكثير، بل هو أحد أقدم الأحياء الشعبية بحسين داي بالعاصمة. تلاحم الجيران فيما بينهم واهتمامهم بنظافة الحي وجماله وصفة ناجعة غيرت هذا المكان للأحسن، وجعلت هؤلاء يدركون الرفاهية على حسابهم الخاص. نديروا اجتماع، والله غير كنا نديروا اجتماعات في الليل، قال غدوة إن شاء الله واش نديروا؟ قالوا خصونا شويه دراهم، ايا بدا عيط للناس، عيط لفلان ارى 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 200 ارى 300 ارى 50 ارى 70 ارى، كل واحد شحال يقدر يمد، البانتر جار، المنويزي جار، الماسون جار، كاع جيران، وباطل لا في سبيل الله، خدم لنا الحي تاعنا احنا بيدنا. اسكو هذا باب الحاره؟ قلنا لهم لا لا، هذا باب تاع الحي، تبع الحومه. بعد ولات المبادرات ولاو كاع يديروا، وهذه منين جات؟ من عندنا، السكان تاع لهنا الشهريه تاعهم تبدوها من جيبهم. كل شهر يعطونا 400,000، ومن بعد تعاوننا داخل لي كاش، ما شاء الله درنا لي بطولات، درنا بيبان تاع الحطب. لم يترك أبناء الحي شيئا إلا وسارعوا لتجديده وتجميله، ولم تبقى سوى مصاعد العمارات التي يتطلب إصلاحها تدخل المصالح المعنية. هادو هما المطالب عندنا، لاسونسور ومساحه خضراء لي مرشون هذيك اللي لازم ان شاء الله ياخذوها بعين الاعتبار، ولازم يخدموها ان شاء الله لو بلو تو بوسيبل ان شاء الله. اجواء مميزه تغشى هذا الحي الذي كان لابنائه الفضل في صناعه اجمل الصور، صور تعبر عن الحس الحضاري الذي اكتسبه هؤلاء.